اول حاجه كنا هني ستاف، كنا هني اللاعبين على هذه المباراه، على الفوز على الدور الثاني ان شاء الله. مازال كتصدرنا واحد المقابله من السعودي، خصنا نبقى محافظين على الديبات ديالنا لا فرقعه الميدان ولا في الاداء ديالنا. البطوله مازال طويله، ما كيخصناش نهبطوا يدينا ان شاء الله، نزيد نخدموا كما كنخدموا دابا ان شاء الله باش نوصلوا للنهائي ان شاء الله.